الله معك، صبرني يا رب. أنا مؤمنة جدا برب العالمين. كيف تغلبت أمل الدباس على سرطان الثدي؟ أنا أخذت كيماوي ونزل كل شعري. أنا بجوز في عندي هاجس كبير وبعتبرها ميشن في حياتي إنه أجسد دور يخدم مصابي البريست كانسر. ما فيش شك، فأمل الدباس أكتر فنانة بتقدر تقدم الموضوع وتعيشه بكل تفاصيله، فهي خاضت تجربة حقيقية وصراع مع سرطان الثدي عانت منه لفترة طويلة. فإزاي كان شعورها؟ أول شعور انتابني هو الهدوء، لأنه أنا مؤمنة جداً برب العالمين. يعني أنا الحمد لله بعرف أنه ربنا أكرمني بأنه عرفت الموضوع مبكراً، علشان هيك من خلالكم، أنا من خلال إيتي بالعربي بوجه نداء لكل الستات، الفحص المبكر، الإصرار على مواجهة الأشياء، خصوصاً أن المواجهة مع المرض ده مش سهلة، بس أبداً ما كانتش مستحيلة. إنه أنا أخذت كيماوي ونزل كل شعري والحمد لله رجع طلع وطلع أحسن من قبل. كنت بقول للدكتور حيروح الشيب، قال لي هذا الإشي اللي حيضل. وبعطيهم موديل إنه هاي الانتكاسة رسالة مهمة بقدر أعطيها من خلالكم للناس، إنه هدول مدة العلاج من وقت الإصابة لغاية اكتشاف المرض لغاية العلاج هي 6 أشهر. هدول 6 أشهر الإنسان بيكون كأنه بقارب بعرض المحيط، تتلاطم الأمواج ups and down، فوق وتحت. ورغم العاصفة دي في حياتها إلا أنها قدرت ترجع بكل قوتها وتكمل بشغفها في الفن والتمثيل وخفة الدم اللي شفناها آخر 4 سنين في مسلسل جلطة اللي مكملة فيه الفترة اللي جاية. الله معك، صبرني يا رب. والله إحنا هلأ إن شاء الله بس أرجع عنا دخول في سيزن 5 لجلطة بإذن الله، وأنا عم بشتغل بعمل بعتبره مهم، إنه بيحكي عن تاريخ مدينة عمان من الخمسينات من تأسيس الدولة الأردنية إلى غاية 1990، يعني من 50 حوالي 40 سنة، 90 حلقة للعمل. بيحكي عن حياة عمان وقوس قزح المجتمع الأردني في عمان تحديدا، لأنه عمان استقطبت أكثر من ثقافة. أظن حيكون 3 سيزنز وممكن يكون مواسم، كل موسم 10 حلقات يكون على نتفليكس. والتنوع الثقافي ده اللي بتحبه أمل كانت هتعيشه كممثلة أردنية في الدراما المصرية اللي كان نفسها تطل فيها. كان في فرصة والله بالسابق، الله يرحمه الأستاذ مجد الحكيم، كان مرة شافني وقال لي أنا عشان بقول بغني، مش بغني، بأدي يعني شوي، وشكلي كان شبه وردي أكتر. كانوا بيحضروا لعمل لأستاذ بليغ حمدي وحياته، فكان في جزئية طبعا ست وردة الجزائرية، فقال لي في مرحلة معينة أنت بتشبهي وردي فيها. كنت بتمنى هاي الفرصة تتم لكن للأسف